شكرا السي محمد خيي رئيس فريق العداله والتنميه في مجلس جماعه فاس. اليوم حنا كنا مع الدوره ديال مجلس جماعه فاس الدوره العاديه لشهر ماي. هذه الدوره اللي كان جدول الاعمال ديالها غني، لكن مع الاسف سجلنا استمرار الرئيس في دوسه على القانون بحيث انه لم يحترم لا الشكليات المنصوص عليها في النظام الداخلي والقانون التنظيمي بخصوص الاعداد ديال جدول الاعمال، كذلك الطريقه ديال التسيير. لا زال الرئيس مستمرا في نهجه في المتمثل في حرمان السادة والسيدات أعضاء المجلس من حقهم في التداول. كما تفاجأنا بإدراج نقطتين غريبتين دون احترام فيهم المساطر القانونية، وقام الرئيس بسحبهما أثناء سير الجلسة، فاش وصلنا لذاك النقط دون أن يدلي لنا بتوضيحات كافية، أولا حول الآليات أو المعايير المعتمدة باش اعتمد على الشراكات مع ذاك الجمعيات بالضبط، وثانيا شنو هي الحوايج اللي أدت به للسحب ديالها. كذلك مع الأسف هذه الدورة سجلنا بامتعاض كبير، هو أنه على مستوى النقطة الثالثة الخاصة بالبرمجة ديال الفائض، فعوض أن يتم برمجة الفائض في أولويات مدينة فاس كالنهوض بالمرافق الجماعية والبنيات التحتية، تفاجأنا ببرمجة الرئيس لمبلغ 5 مليون ديال الدرهم من أجل اقتناء السيارات، في حين أنه الجماعة حسب المصالح كاين العدد الكافي فيما يخص السيارات، لكن سياسة الرئيس في التسيير يعني لا تعاكس الخط الذي تريد بلادنا أنها تمشي فيه، المرتكز على الحكامة والترشيد ديال النفقات وكذلك الالتزام بالأولويات. هذه مجمل الملاحظات اللي يمكننا أننا سجلناها خلال هذه الدورة. النقل الحضري بمدينة فاس أعتقد وإن كانت هذه النقطة مش ما مدرجاش في جدول الأعمال ديال هذه الدورة، لكن كثر النقاش المحلي حولها مؤخرا. نحن في فريق العدالة والتنمية نحمل المسؤولية للسيد الرئيس في المنهجية التي تعاطى بها مع هذا الملف، فالآن بالمدينة الواقع كل شيء كيعرفوا وحتى شي واحد ما راضي على الخدمات ديال المرفق ديال النقل العمومي بالمدينة. كانت تبلورات واحد المقاربة اللي يمكن تفتح آفاق جديدة للنقل، فعوض أن ينهج الرئيس المقاربة ديال الإشراك الجميع والبحث عن حلول جادة، دخل في متاهات لا تخدم المدينة وما كتخدمش هذا المرفق هذا. فهذا الوقت حنا كنساينوه كيقول أنه وسلك المسطرة القانونية مع الشركة المفوض لها، بحيث أنه اليوم كيصرح كيقول أنه في ذمة الشركة 173 مليار خاصها تأديها للمجلس، وبالتالي حنا كنطالبوه أنه يحرص على التحصيل ديال هذا المبلغ هذا لفائدة خزينة الجماعة. بالنسبة لنا سنبلور مقاربة في إطار طرح الحلول البديلة سنعلن عليها مستقبلا من أجل التجويد ديال هذا المرفق حتى يرقى للطموحات ديال الساكنة ديال المدينة. في إطار النقل السلفي في إطار النقل بأنكم كنتو في المجلس السابق كنتو شادين التدوير ديال مدينة فاس، علاش ما درتوش شي حلول ناجحه بان هذا المرفق هذا راه من التابع ديالكم كان كيعرف افلاس ديال النقل؟ لا بالعكس، المجلس السابق كانت عنده مقاربه واقعيه، واسطر على واقعيه، مقاربه واقعيه في التعاطي مع هذا الملف، بحيث انه جينا لقينا واحد الشركه عندها عقده مع المجلس وبرمت قبل من المجلس اللي كنا فيه حنا، وفيها مجموعه من الامور التي لا تخدم المصلحه ديال الساكنه
والعقد ما فيهش واحد النوع من التوازن، بحيث انه لا القيمه ديال الاستثمار ولا الشروط المبرمه داخل هذا العقد كانت قابله للتطبيق. لجأنا انذاك لواحد المكتب ديال الدراسات اللي دار واحد الدراسه اللي خلص ديال ان العقد اللي كيجمع الجماعه مع الشركه هو عقد غير متوازن، وما تضمنه هذا العقد فيه إجحاف كبير لا للجماعة ولا للتوازن المالي للعقد. وخرجنا واحد مجموعة ديال التوصيات. شنو هي هاد التوصيات؟ هو أنه الضرورة ديال الدعم ديال النقل العمومي بالمدينة، ثانيا تجديد ديال الأسطول كاملا، ثالثا الربط ديال الأحياء اللي مازال ما وصلهاش النقل الحضري، وكذلك الربط ديال جميع المقاطعات بفاس بالمرافق العمومية الكبيرة اللي كاينة في المدينة. في الوقت اللي أصبح جاهزا هذا الحق قصد المصادقة عليه كان فترة ديال الانتخابات، وارتأت السلطات ديال المراقبة الإدارية أنها ترجع الموضوع لاحقا. ففي هذا الوقت اللي كان من المفروض أن السيد الرئيس يمشي في نفس المنهج ويتبع هذا العمل اللي تدار، ارتأى أنه يسلك مسطرة أخرى. نحن ننتظر نتائجها، وعلى رأسها أنه الآن هو مطالب بالتحصيل ديال 173 مليار لفائدة جماعة فاس. مسائل الربط أستاذ، نبقى في الربط ديال الأحياء والعقدة. حنا دابا كساكنة ديال مدينة فاس ولا كمجتمع ما كتهموش العقدة ما بين الشركة وما بين الجماعة قد ما كتهمو مصلحة المواطن الفاسي. يعني في مسائل الربط حنا في العهد ديالكم حتى هي كانت في التسيير ديالكم كانوا أحياء غير خاضعين للربط. يعني هنا كان المواطن الفاسي كان كيتساءل يعني هاد دفتر التحملات ديال الشركة واش قرآن منزال اللي ميمكنش حتى واحد يطلع. شوف الأستاذ، السيد العمدة كان كيقول لك بأن احنا عندنا إشكالية ديال العقد. لا، أولا باش نصحوا الموضوع، دفاتر التحملات تم نشرها عبر الموقع ديال الجماعة وكانت متاحة للجميع. كذلك النقطة الثانية باش نكونوا واضحين، نحن نشتغل في دولة القانون، وباش ترقب داك الخدمات وتلبي الحاجيات ديال الساكنة لازم انك تحترم القانون، والقانون ماشي كيمنع داك الشيء، خصك غير تعمل على التجويد ديالو. حنا لقينا واحد العقدة، هذيك العقدة مع الأسف الناس اللي داروها ما كانتش مقادة، ما كانتش الهاجس فيها هو الخدمة ديال الساكنة، وبالتالي هذا الشيء اللي خدمنا عليه حنا خدمنا على التصحيح ديالها، ووجدنا وقلت لك وجدنا ملحق ليلبي جميع التطلعات ديال الساكنة ويرقى بالمستوى ديال خدمات النقل. لكن جات الفترة ديال الانتخابات، سلطات الرقابة الإدارية كانت عندها رأي آخر أنه يرجع هذا الموضوع إلى ما بعد الانتخابات. نحن ننتظر النتائج ديال المقاربة اللي اعتمدها المجلس الجديد. فاش يا أستاذي العزيز، فاش ذاك الفترة هذيك ديال التدبير ديالكم مثلا بالضبط كمنطقة المارينية، منطقة المارينيين اللي كتعرف شلل تام في النقل، واش ديك الشركة في العادي ممكنش ملزامات وفر النقل تما؟ سال شوف الأخ الكريم، أنا كنت واضح معك، قلت لك هاد الاختلالات اللي كتشير لها ديال عدم الربط ديال الأحياء كلها قمنا بالتشخيص ديالها وجمعناها وضمناها باش أن تكون مضمنة في الملحق الجديد بحافلات من مواصفات عالية الجودة. كل الأمور وكل التطلعات ديال الساكنة كانت مضمنة في ذاك الملحق، وبالتالي أن الآن إحنا أولاد اليوم، دابا داكشي اللي داز مع الأسف إحنا أولاد اليوم. اليوم السيد الرئيس يدعي أو يقول أنه سلك المسطرة القانونية في مواجهة الشركة. نطالب السيد الرئيس بأنه يقوم بالتحصيل ديال المبالغ المالية اللي صرح بها هو تيقول أن الآن الشركة المفوض لها خصها تأدي 173 مليار لجماعة فاس، وبالتالي احنا اليوم كنقولوا للسيد الرئيس فين وصلت القضية ديال 173 مليار، كما أننا نطالب باعتماد المقاربة السليمة والواقعية اللي من شأنها أنها ترقى بهذا المرفق وأنها تجود الخدمات ديال النقل. وشكرا.